سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة، برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج المرأة المسلمة، وبصلي أنه يكون هذا العام مليء بالبركات والحرية ومعرفة الله في حياتكم. المسيح قال عن نفسه أنه هو الطريق والحق والحياة، وأنا بصلي أنه يقودكم إلى طريق النور ومعرفة الحق، ليكون لكل واحد وواحدة منكم خلاص وحياة أبدية مع الله. عنوان حلقة النهاردة هو الحيل الشرعية في الإسلام. زي ما انتوا شايفين كده الشخص اللي قاعد جنبي ده هيفضل معايا طول الحلقة، وهشرح لكم بعد شوية ليه. أما الآن خليني يعني أخرج معاكم لفقرة خبر الأسبوع. والحقيقة أنه الأسبوع ده عندي خبر هام جداً حابة أني أشارككم بيه، لأنه مش كل الناس سمعت يمكن بهذه القصة. الصورة اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي دي صورة للسيدة سارة. الأسبوع ده حصل حدث مهم جدا. دي صورة الأستاذة سارة، وهي سارة محمد سيد طنطاوي، بنت شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي، وهو أحد أشهر شيوخ الأزهر في هذا العصر. الأستاذة سارة ظهرت على قناة الفكر الحر مع الأستاذ باسم، وهي قناة معروفة على اليوتيوب، وقدمت أخبار مهمة جدا صعقت الجميع. الشيخ طنطاوي كان راجل معروف باعتداله وأدبه ومواقفه اللي أثارت الجدل أحيانا كثيرة، زي مثلا لما ظهر في صورة بيسلم على يهود، أو مثلا الحادث اللي اتكلم عنه الإعلام كله، لما دخل يزور مدرسة وقال للبنت أو شد حجاب البنت وقال لها يعني انه النقاب مش من الاسلام، وانه انت صغيره، ايا كان اعتراضه على انه البنت تكون محجبه في المدرسه. كان راجل معتدل، وبناته بنته هي بنته الوحيده ما كانتش محجبه عمرها. ف كتير من الشيوخ كانوا بيعترضوا على بعض ارائه، كان ليه آراء مغيرة في مسار الفقه والسنة والكلام ده كله، واستخدامها مثلا اتكلم في مسألة البنوك، وهل حلال تحط فلوسك في البنك ولا لا، ووجد طريق لأنه الناس تقدر تعمل كده. فمش الكل بيوافق على الحاجات دي، فكان بيسبب دايما نقاشات حادة واعتراضات من البعض. لكن كان محبوب جدا، وكان محترم جدا، وكان راجل طيب جدا. سارة خرجت تقول لنا انها بتعلن ايمانها بالمسيح، وانها امنت بالمسيح وهي كانت صغيرة جدا في السن، يعني وخرجت من مصر، ساعدتها والدتها وخالها انها تخرج في مصر من مصر وهي عندها 18 سنة او حاجة زي كده، وعاشت حياتها مع المسيح ومتزوجة وعندها ابناء. يعني في الحقيقة انه احد ابنائها بيدرس علشان يكون خادم للرب قسيس. فانا بشكر الرب جدا من اجل ايمانها ومن اجل جرأتها انها تشارك النهاردة بقصتها. لكن الخبر الثاني اللي صدم الجميع ان شيخ الازهر محمد سيد طنطاوي وزوجته ايضا قبلوا المسيح بعد ان سافرت ساره الى امريكا بمده مش قليله، انا ما اعرفش التفاصيل، لكن فعلا ده حصل. وانه من فتره طويله كان بيقال، او عندما وصل الخبر لساره نفسها قالوا لها انه والدها قتل في السعودية، كان في زيارة للسعودية ومات هناك ودفن هناك، وانه انهم بيعتقدوا انه شرب عصير ومات في المطار اول ما وصل.
خبر إيمان سارة وخبر إيمان الشيخ طنطاوي وزوجته لم يصدمني لسببين. أولا السبب الأول لأني كنت أعرف القصة دي من زمان، وأنه في كتير من المؤمنين حول العالم الإسلامي كله من رجال ونساء عائلتهم أيضا في مراكز دينية مهمة أو سياسية مرموقة قبلوا المسيح. أنا شخصيا بعرف منهم الكثيرين وبتواصل مع العديد منهم، أو بيوصلني إيمان بعضهم وممكن يبقى في تواصل بسيط وبعد كده بيكملوا الطريق. ومنهم شيوخ، أيوة شيوخ مسلمين أمنوا بالمسيح وكملوا حياتهم مع المسيح. السبب الثاني أنه يعني أنا كنت بعرف قصة سارة والشيخ محمد سيد طنطاوي من سنين عديدة عن طريق والدتي وزوجها القسيس رؤوف وغيرهم من المؤمنين الأمناء جدا اللي كان عندهم معلومات أكيدة عن الموضوع ده. أنا ما قبلتش مدام سارة، لكن عندي خبر جيد ليكم جدا أنه الأخ وحيد هيستضيف الأخت سارة قريبا جدا، وهيكون في إعلان عن الموضوع ده، وإحنا منتظرين أن إحنا نشوف الانترفيو ده مع الأخت سارة. أنا ما قبلتهاش، لكن يعني فرحت جدا بإيمانها وإعلان إيمانها في هذا الوقت. خلينا بقى نتكلم على الحاجات السلبية شوية. في ناس بتنكر إنها بنته أو بيسألوا ليه دلوقتي. الكتاب بيعلمنا أنه لكل شيء تحت السماء وقت، وأنه حياة العابرين مش سهلة أبدا أنك تخرج كده وتعلن أنا بنت فلان الفلاني أو أنا بنت فلان الفلانية أو أنا من العيلة دي وأنا أمنت بالمسيح. الضرر بيقع ضرر كبير جدا على العيلة، لأننا ما بنعيش في عالم يحترم الحريات. والدين الإسلامي، مش الدين المسيحي، الدين الإسلامي يعتبر من مقدسات الدولة، لكن المسيحي يروح يسلم ما فيش مشكلة. المسلم يقبل المسيح يبقى في مشاكل بقى، والناس تعترض وما تصدقش وإزاي ومش بس إحنا اللي بنهاجم، لكن أهالينا كمان بيهاجموا. أنا لما ابتديت برنامج المرأة المسلمة دي كان آخر مرة اتكلمت مع أي حد من أهلي، لأنه سبب ليهم ألم، لأنهم بيدفعوا تمن زي ما أنا بدفع تمن. لكن أمين الله أنه يعمل في قلوب أهالينا. لكل العابرين بصلي من أجلكم أنه الله يعمل من خلالكم ومن خلال ثقتكم في الله في حياة أهليكم في كل مكان. الأمر الثاني اللي حصل أنه كان في يعني غضب من الإعلان ده، وفي ناس اعتبرت أن دي إهانة لرمز ديني وطني مصري وكلام كده كتير. يعني مثل من الناس اللي اتكلموا علشان يعترضوا على الموضوع ده على الهوى، وأدهشني جدا أنها عملت كده الحقيقة، هي الأستاذة سحر الجعارة. هي يعني صحفية معروفة وست يعني ليها آراء تتحدى فيها الدولة والدين والمنظمة الدينية وكل ده، لكن إذ فجأة تحس إنها يعني الأمر تحول. هي أولا ابتدت الحديث قالت له أنت عارف يا باسم أنا ليبرالية وأنا منفتحة ومش عارف إيه وكلام من ده، وبعدين على طول راحت داخلة إنه ده رمز ديني وإسلامي وإنه مش من الحكمة لو كانت هي بنته ولا مش بنته إنهم يعملوا كده، وإنه ده يضر الشيخ ويسيء لي إنه كان عايش مسيحي ولم يعلن. لا، ده لا يسيء للشيخ، ده يسيء للإسلام، إنه هناك شخص اضطر علشان يحمي أسرته إنه يعيش من غير ما يقول للناس اللي حواليه، واحنا طبعا ما نعرفش هو بقى قاعد مسيحي قد ايه كمان يعني. اوكي، لكن الصوره العامه بتقول ان ده يضر بصوره الاسلام،
اللي بيضغط على العابرين انهم ما يقدروش يعيشوا حياتهم بطريقة مفتوحة وحرة، مع انهم ما بيضروش حد، مش كده؟ وبعدين النقطة التانية راحت متهمها بالكذب بقى على طول، لانه الناس طبعا اتعرف عند البعض وخاصة من العيلة انها بقت مسيحية وعايشة مسيحية. ففي بعض الناس قالوا انه سارة ماتت، او انها بنته، ان دي مش بنته، ان بنته اسمها حاجة تانية. اوكي، فالاستاذة سحر على طول كده من اول الباب قالت ايه، انا اتكلمت مع فلان الفلاني اللي كان مدرس بنت الشيخ سيد طنطاوي في الجامعة، وقال انها انه ان انت يعني مش بنته، وقال انها بنته اللي هو درسها في الجامعة دي دلوقتي بتشتغل بتعمل عمرة هي وعيلتها. يعني مش عارفة اقول ايه، يعني الافية تحكم بقى، يعني معرفش هل لازم دلوقتي حالا تبقى في العمرة عشان نقول انها لسه مسلمة، وازاي يعني حصلت الصلة بين الاستاذة سحر والمدرس اللي كان بيدرس بنت طنطاوي فجأة كده. يعني ما يعني هي ما كانتش عارفة انه الفيديو ده هيطلع، عشان تطلع فجأة تعرف حد كان بيدرس لبنت الشيخ طنطاوي. فيعني يمكن يكون ده حقيقي، مش بقول انها بتكذب ولا حاجة، لكن يمكن يكون ده حقيقي، لكنه ايضا تغطية من الكل عشان تظل صورة الاسلام محفوظة. اللي حصل انه الكثير من الصحفيين اعترضوا، والكثير من المستنيرين اللي بيكتبوا في قضايا تغيير الخطاب الديني والكلام ده اعترض. من يطالبوا بالحرية يكمموا الأفواه عندما يكون الإسلام في الصورة. سؤال، انتوا غضبتوا ليه؟ انا ممكن افهم انه الازهر وشيوخه يغضبوا، لكن هم هيعملوا ايه؟ هيتجاهلوا الامر. يعني ما شفتش عبد الله رشدي كتب لسه مثلا، يعني ده هو لسه قاعد مشغول بغزه واسرائيل، عمال يعني يحمي الناس على الحرب، مش كده؟ مش هيتكلم في الموضوع، يمكن لانهم عارفين. ممكن افهم ان السلفيين مثلا يعترضوا، او عامه الناس اللي هي مثلا ملهاش قوي في امور الدين والكلام ده يزعلوا، عشان كلهم كانوا بيحبوا الشيخ طنطاوي، ممكن. لكن الليبرالي وكاتب وصحفي واساتذه وفنانين يهاجموا لان حد من الناس اتجرأ يتكلم في الموضوع الشائك ده، ان حد ترك الاسلام وبقى مسيحي في هذه المكانه. في يوم من الايام هتتفاجئوا برؤساء جمهوريات قبلوا المسيح. اوكي، لو كان الامر العكس وحد مسيحي اسلم، تجد بقى كل اريحيه في الكلام في الموضوع، مع الابتسامات العريضه وصوره الفخر بنصره الدين وهكذا. الاستاذه سحر راحت لمرحله تانية بقى، قعدت تحقق معاهم، وكأنه الشيخ سيد طنطاوي ده بقى ملك خاص، وقعدت تحقق تقول لهم مين عمده وفين وايه الدليل، شغل مخابرات بقى. احنا بنسأل مين وفين لما انتوا بتاخدوا البنات وتنصروهم وتأسلموهم؟ لا، احنا بنهتم بالشخص، بنصلي من اجله، بنمد ايد المساعدة، بنحاول نرجعهم لو كانوا مخطوفين، لو مش مخطوفين بنصلي. لكن التحقيق ده، وكأنه المسيحي على طول او الشخص العابر يتحط فيه يعني اطار الاتهام على طول، مش مصدقين. وبعدين راحت قايله لنا بقى، علشان تحط بقى فكرة انا افضل اصدقائي مسيحيه والكلام ده كله، عارفين ده احنا طنط جارتنا
كانت مسيحيه واحنا دايما بنقعد عندها وبيجوا عندنا نفس الفكره بقى. فالاستاذه سحر قالت ايه؟ انا لسه كاتبه مقاله عن الموعظه عن الجبل. طب حلو، طب دخل ده يعني تقول لنا انك مش متعصبه؟ انا مش مركزه على الاستاذه سحر، لكن انا بركز على هذا الفكر اللي يخلي الشخص اللي بيتكلم في الحريات يحط الحريات على جنب بقى ويبتدي بقى ايه الوحده الوطنيه والكلام ده كله. جميل انك كتبتي مقاله عن الموعظة عن الجبل، ده حلو، بس مش فضل منك ولا يعني مش فضل على احد. انت كتبتي عن رمز للسلام والانسانيه ومحبه الله ووعوده في الكتاب المقدس لانه بالتاكيد لمس قلبك. ولو كان هو ده هدف الكتابه فده يبقى شيء جميل جدا. لو كنا بنكتب علشان خاطر يبقى شكلنا يعني حلو قدام الناس بنقول لهم كل سنه وانتم طيبين، يبقى يعني لو كتبنا عشان نعمل مجامله ولا وحده وطنيه فانا اربأ بيكم عن كل ده. مبروك لساره على الكثير من النعم في حياتها وحريتها مع المسيح. هي عبارة قديمة تقريبا من نفس عمر إيماني أنا والدتي، ولكن أنا سعيدة إنها النهاردة تستطيع إنها تعلن حق الله في حياتها وبركات الله في حياتها عشان نستفيد كلنا وعلشان يشوف العالم إنه مفيش حاجة تكبر على الرب يسوع. اللي بيفكر النهاردة من المؤمنين او العابرين انه يا دي حاجه كبيره قوي، يبقى لازم نقف ونقول انه لو ما صدقناش ان ربنا بيعمل حاجات زي كده يبقى بنقلل من قيمه وقوه عمل الله الخلاصي ال يعني ال اللي بيدخل القلوب كده يعني من غير أي حواجز. الله يقدر يصل لأي حد في أي مكان، لكن علينا إحنا إن إحنا نكون قلبنا مفتوح. وما تخافش عابر أو عابرة، ما تخافوش، ليكم توقيتكم اللي ربنا هيستخدمكم فيه. زي ما قلت لكل شيء تحت السماء وقت في حياتك أنت. اسأل الرب امتى هو الوقت اللي تقدر تشارك فيه وتعلن فيه وتشجعوا، متخافوش لانكم الكتاب بيقول لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع لان الرب معاكم بيعينكم. في يوم قريب في اسم يسوع بعلنها كده يا رب بالايمان، لن يستطيع الارهاب الديني والفكري انه يواجه خروج العابرين والعابرات من كل انحاء العالم الاسلامي. وهنشوف ازاي يغير سلام المسيح وقدسته حياة الناس من الظلمة إلى النور. ودلوقتي بقى خليني أرجع لموضوع حلقة النهاردة. عنوان الحلقة زي ما انتوا شايفين الحيل الشرعية في الإسلام. يس، الحيل الشرعية في الإسلام. لما تعرف الكتب الإسلامية بتلاقي نفسك كده دخلت عالم غريب منفصل تماما عن واقع كل إنسان متحضر مفكر عاقل يستخدم المنطق والأخلاق واحترام النفس والآخرين والكياسة وفي أسلوب حياته. حقيقي لما نبحث كويس في الكتب دي نلاقي إنه العائد علينا زي ما يعني نشاز بيحصل في مخنا كده، حالة نشاز مفيش حاجة راكبة على بعضها. نشوف الانفصال الطبقي بين علماء الإسلام اللي هم كتبوا الكتب والناس اللي بيكتروا الكتب اللي هم دلوقتي التابعين بقى والمعلمين والشيوخ والمفتيين والكلام ده كله اللي كتبوا لنا الكتب النهاردة، وبين الإنسان المسلم والمسلمة العاديين اللي عايزين يعيشوا حياتهم ويستخدموا أدوات دينهم في الحياة. ودي فيها مراحل بقى، في ناس عايزة تعيش حياتها بالطول والعرض وبعدين ترجع تعمل بقى تبني لها جامع تفتح سبيل مية
تعمل شوية حسنات، تأكل تفطر ناس في الصيام، يعني نجمع شوية حسنات كده علشان إيه يعني أمورنا تتحسن مع الله بالتمن بقى، تمن للخطايا اللي أنا بعملها أروح حاطة حسنات، ونشوف بقى مين الحسنات وسيئاتها، الحسنات هتطب ولا السيئات. ده اللي اتعلمناه. في ناس عايشة كده، وفي ناس فعلا عايزة تعيش التعليم الإسلامي بحذافيره، فتلاقي نفسها بتقع في 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 مهالك ساعات وفي لخبطات، لأنه في تضارب في التعليم الإسلامي والقواعد اللي بيعيشوا بيها. فيروحوا بقى للشيوخ دول عشان يستفتوهم في الدين والحياة، اللي بقى إيه الإسلام يقيد تفاصيل كل حياتك، كل الحياة، من تصحى ازاي وتنام ازاي. يعني انتوا عارفين احنا عملنا حلقات كتيرة في هذا الموضوع، لكن انا مش قادرة انسى انه كان في حلقة عملنا فيها يوم المسلم بيبقى شكله ايه. يعني انت اولا لازم تنام بالليل على الجنب اليمين، ولا احنا ابتدينا من الاول لما تدخل الأوضة وتدخل تلبس البيجامة ازاي وتعلقها ولا ما تعلقهاش، لا لازم تطبقها عشان العفريت ولا الجن ما يدخلش فيها، دي تعليم. ما تعلقهاش على الشماعة، لا طبقها، مش كده؟ وهتنام ازاي، ولو كنت هتبقى مع مراتك هتقول ايه وتعمل ايه كل التفاصيل دي، ولما تصحى الصبح هتقول ايه وهتقوم تصلي ازاي يعني التفاصيل من اول ما تصحى لحد ما تنام. في فرق بين انه تقيدك افعال واقوال و يعني ريتشوالز، يعني ايه طقوس في كل خطوه من خطوات حياتك، وانه يكون فكرك مع الله، روحك مع الله، قلبك مع الله، دي حاجه تانية. لان الحياه مع الله حريه مش قيد. اتعودنا على ان ده شكل الحياة. ويروحوا بقى لما يروحوا للشيوخ بقى ويستفتوا في حاجات، مثلا انا عملت ايه وانا بصلي، لو مثلا اعمل ايه وانا بصلي لو نسيت اني صليت مثلا. ساعات تقوم تصلي، وكنت بعمل كده ما عشان انا بقوم واقعد بسرعة بنسى انا صليت الظهر ولا العصر ولا كم ركعة ولا مش كده، انا صليت ولا ما صليتش، اعيد تاني ولا ما اعيدش، صلاتي هتتحسب طول اليوم ولا لا، يعني حتى الناس اللي مثلا بتروح تحج، بتروح تحج علشان تتغفر خطاياها، لا في خطوات، وامتى تحلق وامتى تروح وامتى ترمي وجمرات وحاجات حاجات مش مفهومه. واحد يتصل بالشيخ يقول له يعني طب او يكون في تعليم على التلفزيون انه تعمل ايه لو اخرجت ريح وانت بتصلي، تقطع الصلاة ولا تعيد الصلاة ولا تمشي ولا تقوم، ايه ده؟ الكثير من التفاصيل الصغيرة اللي لا تهم الله في شيء، حتى يظل المسلم والمسلمة في دوائر، يعني زي ما يكون كده حيوان بيلف في ساقية. أنا طلقت مراتي أعمل إيه؟ المحلل حرام ولا حلال؟ طب أشتغل محلل ولا ما أشتغلش؟ مش كده؟ أنا بشك في مراتي، أنا متجوز واحدة تانية مش عايزة تعرف، وهكذا. وتدخل بقى في جراب الحاوي. أهو الأخ بقى اللي أنتوا شايفينه معايا النهاردة ده الحاوي الإسلامي، يلعب الكور كده بقى ويفضل يبص بقى ويمسك الكرة اللي إيه هتدي لك الحل الفقهي اللي أنت، الحيلة الإسلامية اللي أنت محتاجها. شيوخ الإسلام عندهم الجراب ده، يطلع لك منه اللي أنت عايزه. الكرة اللي في إيديهم دي تمثل الأدوات الإسلام، الأدوات الفقهية اللي بيستخدمها الشيخ
حسب الحاجة وحسب الموضوع وحسب الشيخ، إذا كان الشيخ سني ولا سلفي ولا شيعي، كل واحد له قدر من السعة. يقولك إن الإسلام فيه سعة وفيه يعني مجال كده، لأنه بيعتقد إن دي مثلا من رحمة ربنا إنك تروح للشيخ فيفتيلك. الشيخ العريفي كان بيتكلم على الموضوع ده في يعني كذا مرة، اتكلم على الموضوع ده لأنه الحقيقة من المواضيع المفضلة، في حاجات بالنسبة له لما يجي يتكلم عنها بتضحك لأنها من الكوارث الإنسانية والإسلامية. أوكي؟ فيقول لك يعني إحنا صرنا مش زي الغرب دلوقتي، عندهم القوانين دي اللي بتأيدهم ويبقى كله القانون كده اسطمبة واحدة لكل واحد. أنا بقول كلامه بالمصري يعني. لكن الإسلام قال لك لا، تروح للشيخ يفتيك حسب حالتك وحسب اللي انت بتمر بيه ومش عارف ايه. اسمحوا لي، ده هراء، لانه المسلم ما زال يعيش بعقلية قريش، هو لسه في القبيلة ما خرجش منها. الكتاب بيحكي لنا في قصة موسى، لما كان موسى بيقعد يحكم للشعب وكان الشعب كتير، فكان بيقعد ليل ونهار يحكم بين الشعب ويتكلم ويعني يقول لهم أحكام الرب في الأمور اللي تخص حياتهم. أوكي؟ فعلشان ده غير منطقي إنه يحصل، فجاله حماه وقال له لا، اختار من الناس الحكماء، وعملوا بقى اللي هو شبه زي الجلسات العرفية اللي ليها قائد يحكم بحكم الله اللي هو الناموس، مش كده؟ فبدل ما يقعد واحد بس يفتي الكل، احنا بقى لسه عايزين الواحد اللي يفتي الكل ده مدام بعمة، لكن في قانون إنساني يقود الكل وتضاف إليه أمور تخصص الحالات الخاصة كل ما تطلع، مش كده؟ لكن الإسلام عمل الشيخ ده عنده الأدوات دي وكور يلعب بيها في أي وقت هو محتاجه. جراب الحاوي ده ما بيخلصش. أنا النهاردة هقدم لكم إحدى الأدوات دي. الحيل الشرعية مش هي الأداة الوحيدة في إيدين الحاوي، لا، ده ليهم سلطان وليهم أدوات أخرى يستخدموها. فأنا النهاردة هتكلم على الحيل الشرعية. عايز أقول حاجة، أنا مش بتكلم على الحيل الشرعية اللي أول حاجة تفكر فيها إنها التقية، هي التقية ضمنها، بس مش هو ده بس الحيل الشرعية الإسلامية. الكتاب اللي هتكلم منه النهاردة بس يعني هبتدي يمكن أول صفحتين ثلاثة بس منه النهاردة، وهقدم لكم منه مواضيع أخرى. اسمه كتاب الحيل الشرعية لأبو حاتم محمود ابن الحسن القزويني الأنصاري. أوكي؟ ده هو عاش في سنة 400 وحاجة أو توفى في سنة 400 وحاجة، والكتاب ده أخذوا عنه الناس اللي هم تلمذهم، وتقدر تنزله من على النت هتلاقي بقى مين الناس اللي تلمذهم فيهم، أسامي كبيرة وناس كتبوا كتب في هذا الموضوع وفي مواضيع أخرى كتب فيها هذا الرجل. أوكي؟ ممكن نحط لكم رابط الكتاب أيضا على فيسبوك. عايزين نتكلم على أنواع الحيل. في مثل اتحط كده في بداية الكتاب، لأنه اللي أعاد نشر الكتاب شخص معاصر أيضا، فبيوضح في الأول، بيقول أنه في حيل مشروعة وفي حيل غير مشروعة. فأنا عايزاكم تنتبهوا لأنه في الحيل المباحة وفي الحيل الغير مباحة. أوكي؟ دي بس الفكرة البسيطة الأول. فبيقول لك واحد
معدي في إشارة مرور، فعشان يعدي ويفضل ماشي في إشارات المرور عطل إشارات المرور كلها وخلاها كلها تبقى صفرة ولا خضرة عشان يفضل ماشي هو لوحده. فإذا عمل كده، ده إذا كان في إيده هذه الحيلة عشان يغير كل إشارات المرور. أنا بصلي مش بغير إشارات المرور. فده يبقى عمل غير مشروع، لأنه يضر الآخرين ولأنه غير قانوني، مش كده؟ لكن لو في واحد جه للإشارة ولقى إن الإشارة هتتقفل، فراح واخد يمين وطلع من الشارع ده للجنب الشارع ده للجنب الشارع ده عشان يكمل في نفس الطريق، بس إيه، لقى لنفسه يعني مخرج من إنه يقف في الإشارة. على فكرة بيقول لك إن ده يبقى عمل مشروع، لأنه هو ما عطلش حد وما عملش حاجة. على فكرة يعني مثلا في الغرب، في لما دايما قبل الإشارات يروح حاطين لك ممنوع إنك تمشي يمين أو تمشي شمال، عشان عارفين الناس مش هتبقى عايز تقف الإشارة، تحاول تتهرب من الوقوف الإشارة، فيعملوا ترافيك أكتر، زحمة مرور أكتر. أوكي؟ لأنه في برضو نوع من التحايل على الأمر اللي أنت فيه. أوكي؟ فهو بيقول لك إنه ده مش مشكلة، مش مهم إنه يعمل كده، ده مباح. واحد ياخد طريق شمال مش عارف إيه يمين، كل ما تقابله إشارة ده إتس أوكي. وبعدين خليني أقرأ لكم، بيقول كده انه في واحد تالت بقى بيقول انه ده راجل مثلا مش مضطر، لا هو هيجاوز الإشارة، وإنما بيتحيل علشان ما تصدوش الإشارة، فإذا صدته فيروح بقى يمين ولا شمال وكده، ويدور عشان يمشي في طريق آخر، ثم يجد المخرج ليتمم سيره. وده مثل ضربه، لأنه الحيل اللي تكلم عنها الفقهاء، علشان لا نظن سوءا في الفقهاء يعني، ونخللهم عذر يعني، لما نشوف أنه الناس بتتصرف تصرفات مختلفة، فهم بيقولك الأفضل أنك تمشي في الطريق ده، بس مش في الطريق ده ممكن تستخدم الحيلة دي مش الحيلة دي، وهكذا يعني. ما نلومش الشيوخ، لكن هما بيحاولوا يسهلوا على الناس. اوكي؟ وانه الحيل اللي يستخدمها الناس لازم ما يكونش فيها تعدي على حقوق الاخرين. بيقول ان في 5 انواع من الحيل، منها معظمها ممكن يكون مخالف للشرع، ولكن في 2-3 من هذه الأنواع اللي ما يخالفش الشرع، لأنه يجد للإنسان مخرج ديني. أوكي؟ لكن هل أحيانا هذه الحيل ممكن تخلي الإنسان يخطئ؟ هنشوف. محور استخدام الحيلة على شيء في كذب مهما كان، محور استخدامك لحيلة ما في نوع من الكذب، أو يعني أو شبه كذب. إحنا عارفين إنه الكتاب المقدس بيقول إن الكذب خطية، لكن الشيوخ عندهم مخارج لده. أوكي؟ خلينا نشوف رأي بعض الشيوخ اللي اتكلموا في الموضوع ده، وأحكي لكم بعض القصص اللي استخدمها هذا الكتاب واللي استخدموها الشيوخ، ونشوف بقى هل المشكلة في الشيوخ أو المشكلة في السنة، أم إن المشكلة في التعليم الإلهي الإسلامي من الأصل. خلينا نشوف الفيديو الأول. فكثيرا ما نسمع من بعض عوام المسلمين مستفهمين أو منكرين فتاوى العلماء المحققين، وهم يبحثون للناس عن مخارج أو حيل فقهية منضبطة
مخففين عنهم ما هم فيه ليجعلوا أمور حياتهم متماشية مع الشرع الحنيف. فاصطلح العلماء لفظ الحيل الشرعية أو المخارج الفقهية. الحيل هي المخارج. أوكي. فالمخارج الفقهية لمشكلة هم فيها. أنا بتساءل ليه المخرج من مغرز ديني، يعني إيه المسلم دايما يقف أمام مشكلة دينية، زي مثلا المثل الأسهل موضوع الطلاق ثلاث مرات، ألف حواليه إزاي؟ دي المشكلة. أولا المشكلة الأولى إنه هذا الإله لا يعرف طبيعة الإنسان، وإنه هو اللي إدى الحق في هذه الطلاقات المتعددة، فخلى للراجل الحق في إن أو اتعود على استسهال الانفصال عن زوجته أو تهديدها بالانفصال، مش كده؟ حتى ولو قال إنه ده قسم عظيم وإنه ده مش عارف إيه وجده جد وهزله هزله جد والكلام ده كله، ولكن الواقع إن تشريعه هو اللي سبب المشكلة، مش كده؟ بيقول لك إنه عوام المسلمين بيستنكروا موضوع الحيل والمخارج اللي بيأتي بيها المشرعين والشيوخ، ولكن في ليها حاجة. طب يعني أسأل سؤال، هل هذه بدعة الشيوخ والمفتيين النهاردة، الناس اللي بتفتي النهاردة؟ لا. سؤال لحضرتك عن موضوع رضاعة الكبير، من وجد المخرج في موضوع التبني لنفسه أولا يا واستخدمه ضد الناس؟ لما راحت الست تقول له أنت حرمت التبني محمد، وأنا عندي ابن عنده 40 سنة يعني عايش معانا، إحنا متبنيين وكان نص الناس متبنية عيال، فقال لها أرضعي. المخرج الذي يعني قدمه لعامة الناس مضحك ومهين ولا يمكن يأتي عن طريق إله أو رسول جاي من عند هذا الإله، مش دي حيلة برضو؟ رضعي هو عنده 40 سنة، 40 سنة لا ده رضعي وضحك. أوكي. غالبا ما تكون هذه الحيل الشرعية فيها نوع من الخطية، من النجاسة في الفكر. فمحمد ابتدى فتبعوا، يعني معلش يعني أنا كنت مسلمة فأنا عارفة أنه اللي يقوله الرسول ببقى شايفاه جميل قوي، لا يا سلام إيه الذكاء ده، لا ما هذه القذارة في التفكير وعدم الاحترام لإنسانية النساء وعدم احترام لإنسانية الرجالة اللي هيطردوا في الشوارع وما يبقى لهمش أهل لأنه قرر أنه يتجوز مرات ابنه. ده بقى جراب الحاوي الأصلي. محمد كان عنده الجراب الأصلي. يعني في النهاية هذا الشيخ اللي سمعناه دلوقتي بيقول إن الحيلة والمخرج واحد، وإنه الحيلة والمخارج تجوز لو لم تخالف الشرع. ماشي. أوكي. يبقى من أول رضاعة الكبير لحد واحد عايز يعني ندر وعايز مش قادر يعمله فيشوفوا له مخرج بدل ما يدفع 50 يدفع 5 كل شهر وهكذا مثلا، يعني فهي هي المخرج هو الحيلة. ودائما هناك الاحتياج للناس اللي تفضل تجد لهم مخارج، لأنه ليس هناك علاقة مباشرة بالله، ليس هناك مسؤولية لهذا الشخص أنه يكون عنده مسؤولية شخصية. اللي رايح يسأل عن مخرج ده لازم يكون عنده مسؤولية شخصية عن خطيته. بيتكلموا عن بعض المخارج المحظورة مثلا، أنه
واحد يكون زنى فيجي في وهو هيقام عليه الحد يقول لهم لا أنا ما زنيتش، يرجع في كلامه، فهيبقى يكذب وقال إنه يجوز إن هم يشيلوا عنه الحد، مش كده؟ ما أي حد ممكن يخاف وقتها بقى، مش كده؟ عندنا شيخ زي الخميسي دلوقتي هنسمع الفيديو اللي جاي ده، هو بيقول لنا انه دي مدام بقى مدام الامر اسمه حيلة تبقى مش شرعية. نصدق مين فيهم؟ لما تسمع الفيديو هتلاقي انه الشيخ الخميسي بيقول جزء من الحقيقة مش الحقيقة كلها لسبب ما. خلينا نشوف. يقول الحيلة الشرعية للسفر في نهار رمضان، أول شيء ما في شيء اسمه حيلة شرعية، أدري أدري، طالما أنها حيلة فما هي شرعية، ما في شيء اسمه حيلة وشرعية، اسمها حيلة ما تجوز زين، ولكن هذا يلبسونها لباسا شرعيا يعني زورا وبهتانا. على فكرة في كتب كتيرة مكتوبة في موضوع الحيلة الشرعية في الإسلام، والكتاب اللي احنا عرضناه لكم النهارده ده كتاب سنة مش شيعة. الشيعة بقى عندهم كتير. فهو بيقول انه مدام حيلة تبقى مش شرعية. اعتقد لانه كان بيتكلم عن موضوع ازاي تهرب من الصيام في رمضان، فالناس بتعمل ايه بقى؟ علشان في الاصل اتعلمنا موضوع التقية وتعلمنا ان احنا نكذب على ربنا عادي ونكذب على الناس اللي حوالينا عادي، فيقوموا يعملوا ايه؟ يطلعوا يسافروا اكتر، مش عارفة مسيرة 3 ايام ولا يعني ايا كان، يطلع على الطريق يعمل نفسه مسافر من بلد لبلد علشان مدام على سفر يقدر يفطر. فقال لك لا ما ينفعش، انت هتصوم هتصوم. واحد بيقول له اصل انا لا استطيع مش قادر اسيب مراتي، فقال له ست ايه اللي انت مش قادر تسيبها دي؟ ما تتجوزش. اتجوز بعد رمضان، كل همه رمضان. احد الموجودين لما قال لا ما فيش حاجه اسمها حيله شرعيه، قال له لا في، فقال له ايوه ادري ادري، بس انا بتكلم عن رمضان. بيخموا الناس، هل هناك حيله حتى في رمضان؟ هل هناك حيل شرعيه؟ ايوه في، كل رمضان بنسمع الشيوخ وهم عمالين يقولوا ايه قبل الفجر وايه بعد الفجر ولو كان كده يبقى ايه والكلام ده كله اللي اتكلمنا فيه بالتفصيل. ايوه فيه، لازم تفهم انه لما كان بيتكلم كان بيتكلم عن الصيام بس واحتيال الناس فيه بس. المشكله ان هو لم ينكر الكل ولم يوضح أيضا، لكن اتكلم يمكن بالمنطق الإنساني. لو أنت عايز تقول لي حيلة وإحنا بتوع لغة عربية وكده، فنبقى عارفين إنها مش حاجة كويسة، ولكن الإسلام استخدم أداة الحيلة على الناس إذا كانوا غير مسلمين أو حتى المسلمين مع بعضهم، واستخدمها بين المسلم والمسلم، واستخدمها بين المسلم وغير المسلم، مش كده؟ مفهوم الحيلة الشرعية أعم وأوسع كتير من جست فكرة الصيام في رمضان أو غيره، مش كده؟ لو كان الدين مفهوم ما كناش احتاجنا إلى كل هؤلاء الناس يفسروا ويفتوا بمخارج للناس ويكونوا الناس المتورطين في المآزق الدينية دي عاوزين حل، مش كده؟ فيروحوا لمين؟ لازم يروحوا للشيوخ. من أفضل بقى الشيوخ اللي يحب قوي يتكلم في الموضوع ده العريفي، ودائما يضع الموضوع الحيل دي كأنه شطارة ويضعها في صورة طرائف. الموضوع ده مش خاص بالعريفي لوحده، عندما يدرس موضوع الحيل الشرعية في الكليات الإسلامية أو المدارس الإسلامية تلاقيهم دائما يتكلموا عن الطرائف اللي أنا هحكي لكم بعض منها
النهاردة. خلينا نشوف الفيديو بتاع العريفي وشوف هو ازاي بيوصف يعني ذكاء العلماء. هناك شيء من الفقه يسمى الحيل الفقهية، مخارج يجعلها بعض الفقهاء لبعض الناس عندما يقعون في أشياء أو حالات يحتاجون إلى الخروج منها. ما هي هذه الحيل الفقهية؟ هي طرائف للعلماء. أردنا اليوم في حلقتنا من برنامجنا مسافرون أن نؤانسكم بها، تدل على ذكاء الفقهاء وعلى سعة معلوماتهم فيما يتفقهون فيه في الدين. ناس ذكية، وهنوريكم بقى أمثلة من أذكى الناس إزاي تتصرفوا في هذه اللي قال حيل ومخارج ونفس الألفاظ، مش كده؟ خلينا نشوف النقطتين اللي اهتم هو بيهم، سعة الفقه قد إيه، ومبسوط قوي بسعة الفقه وذكاء العلماء دول، وإزاي قدم لنا أمثلة مهينة للإنسانية وقداسة الله. أبو حنيفة كان من أكتر الناس اللي ذكر لي قصص في هذا الموضوع، في هذا الموضوع عن ذكائه في التعامل مع الناس وتقديمه للحيل الشرعية. مش بس العريف اللي بيحكي القصص دي، مكتوب منها كتير في هذا الكتاب، وأيضا الكثير من الفقهاء بيتكلموا فيها. بيحكي لنا قصة عن واحد راح لأبو حنيفة وقال له أنا ومراتي اتخانقنا، غضبت امرأتي اليوم وقلت لها إذا أذن الفجر وإنتي ما تكلمتيش ردي عليا، ما بتردش عليا، فقال لو ما تكلمتيش هتبقي طالق لو ما تكلمتيش قبل أذان الفجر. فضل يتحايل عليها بعد كده، اتكلمي يا بنتي اتكلمي يا بنتي، الظاهر إنها كانت عايزة تخلص منه، فقالت له ما نطقتش خالص. فراح جاري على أبو حنيفة، فراح أبو حنيفة قال له انت طلقتها كم مرة؟ 3 طلقات. طيب اوكي. قال له انا طلقتها 3 مرات وعايز تخلص مني. اوكي. فراح طلع له بفكرة انه يروح للمؤذن اللي جنب بيتهم وخليه يجي جنب الشباك يؤذن لصلاة الفجر قبل صلاة الفجر. اوكي. فمراته تفتكر بقى انه الفجر اذن فتتكلم. وقال له استناني بقى، راح للمؤذن وقال له استناني بره لما ادخل بقى اتحايل عليها شويه ومش عارف ايه وكده عشان يعني ايه الطبخه تنظبط. وعملوا كده وراحت اتكلمت وقالت هي انا خلصت منك بقى. فقام ده بجد العريفي قال كده. فالزوج قال لها لا انا ضحكت عليكي، ده مش الفجر، خلي يعني. اولا الراجل ابتدى ده بحاله من الغضب اللي المفروض انه الانسان لما يكون في حاله الغضب دايما يعني يبقى محتاج يتوب عن الغضب، لانه الغضب مش حاجه كويسه، وانه واضح انها عايزه تخلص منه باي طريقه، لانه اكيد ما كانش بيعاملها بطريقه كويسه، بيهددها ومطلقها 3 مرات مش كده. وبعدين يروح لابو حنيفه اللي الناس كتب بتقرا له كتب وكتبت في كتب وكتب علشان يقول له طب انا هعمل معاك بقى ايه، اطلع لك من جراب الحاوي مغرز تعمله في مراتك، وتدخل فيه شيخ الجامع اللي هيجي يأذن كذب. طب ما يقول لها انا اسف ويتوب، لكن برضو عندك اله ايده بانه مادام قال كلمه الطلاق دي تبقى طالق وتبقى حياته منتهيه. المساله كلها مخرمه من كل حته. قصة تانية عن أبو حنيفة إنه شاب راح له وقال له أنا عايز أتجوز بنت عمي، سوري، ولا فتاة، أوكي، لكن طالبين مني فلوس كتير قوي وما أقدرش ألمها. فقال له طيب أنت عايز تتجوزها فعلا؟ قال له آه. قال له طب روح استلف فلنقل 10,000 درهم. فراح فعلا الشاب واستلف ورجع له، قال له أنا استلفت، قال له روح بقى اخطبها واتجوزه وبعدين ابقى تعالى لي. راح اداهم الفلوس واتجوز البنت، وبعدين راح لابو حنيفه قال له احنا اتجوزنا خلاص. قال له طب بص بقى، انت دلوقتي تروح لامم هدومك انت انت ومراتك وتقول لهم انا هاخد مراتي واسافر من البلد لاني عايز اشتغل في بره اعمل قرشين.
فيقوموا الناس يخافوا على بنتهم ويقولوا لك لا اقعد هندي لك اللي انت دفعته لنا بس اقعد. فراح فعلا والناس عملوا كده، فالناس بقى راحوا لابو حنيفه وقالوا له الحقنا ده عايز ياخد البنت ويمشي. فابو حنيفه قال لهم ادوا له فلوسه فيقدر يعني يعيش بيها ويشتغل بيها هنا ورجعوها له. فقام الراجل راح له وقال له لا انا مش عايز بس 10 انا عايز 15. فشوف بقى ذكاء ابو حنيفه، قال له طيب والله لو ما خدت 10 وسكت انا هخلي مراتك تستلف من واحد راجل فلوس وتخليك تزلك بيهم يعني، فتضطر ان انت تدفع 5 برضه للراجل ده. ايه اللفه الكبيره دي؟ ايه الكذب والضحك على الناس ده؟ ايه المغارز اللي بتتعمل في الناس؟ يعني سوري، الراجل اللي راح لابو حنيفه اتعلم منه ازاي يقول لا انا هعمل مقايضه بقى، انا عايز اكتر. كلام لا يعقل. اذا كانت دي فتاوى اللي بتخرجنا من المخارج او المشاكل العمليه او الحياتيه او الروحيه، دي مشكله. في النهايه بتطلع ناس غير امناء ولا يلجأوا لله في اللي هم بيحتاجوه، ولكن دايما عندهم واحد هيديلهم رايه، انسان زيه زيك. وانسان ممكن يكون انسان شرير، اللي يطلع احكام بالشكل ده شر. هو اللي ارشده وبعد كده هدده، طب انا هبهدلك. I'm sorry. اوكي. وبعدين العريفي بقى اكتشف في القصه مشكله، فشفته بقى مره تانية بيحكي القصه دي. والمشكله ايه بقى؟ انه بسألها بطريقة مختلفة. المشكلة انه المرة دي لما اتكلم عن القصة واكتشف ان هو في كلامه ما ينفعش ان هم يرجعوا له المهر، يعني اتجوز البنت من غير مهر خالص. فقال لك في القصة بقى حكاها المرة التانية، قال لك بس هو قال له ابقى برضو خلي لها المهر اللي انت دفعته وهو 1000 دينار فقط والباقي يرجعه لك. طب أصدق أنه قصة؟ مش عارف. اللي بيحكي القصة بيحكي القصة ووجد فيها مشكلة فصلحها في الانترفيو اللي بعد كده. قاد يعلمه الاحتيال للتابعين. أبو حنيفة أشهر من حكي عنه هذه القصص، الشافعي كمان. لكن إيه هو المصدر الحقيقي؟ محمد. محمد بداية ابتدى في مكة ولكم دينكم ولي دين، وبعد كده في المدينة إما الإسلام وإما السيف مثلا، مش كده؟ أما كانوا بيعذبوا المسلمين في الوقت ده، فواحد منهم أنكر فقال له ما فيش مشكلة، راح قال له أنا أنكرت لأنهم كانوا بيعذبوني ومش عارف إيه، فقال لهم وإن عادوا عد. والقرآن إله الإسلام يقول وإلا من أكره وقلبه مطمئن. إحنا ما عندناش كده. الكتاب بيقول لك إنك ما تنكرش إيمانك، لكن لو غلط وضعفت تتوب، مش وإن عادوا عد، لا، وإن عادوا تقوى بالإيمان وكون شهادة للرب مثلا. يعني خلينا نعدي السلايد اللي جاي ده ونروح للسلايد اللي بعد كده اللي هو سورة صاد. أوكي. مين المصدر الحقيقي في نهاية كل ده؟ القصة دي وعندما نتكلم عن الحيل الشرعية بيرجعوا الحيل الشرعية لهذه الآية دي، سورة صاد، قصة أيوب. أيوب كان مريض وتعبان ومراته بتخدمه، كانت ست كويسة والفقهاء بيقولوا كده،
فاتضايق ولا زعل ولا قالت له حاجه ما عجبتوش فقال لها لما اقوم هضربك 100 جلد. اوكي فبقى ايه وبعدين حزن على اللي عمله غلط هيعمل ايه دلوقتي حلف ولازم يوفي الحلف. انا مش فاهمه يعني مش فاهمه ايه موضوع هو ندر انه هيضربها ولا ايه ما اعرفش. اوكي فينزل الاله القران بالحيله الشرعيه اللي هي مصدر كل اللي احنا بنشوفه، وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث وإنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. يعني إيه؟ قال له أنت قلت لها 100 جلدة حط 100 عصاية صغيرة ولا يعني حاجة زي أي حاجة 100 عصاية 100 حاجة زي كده في بعض واخبطها بيهم خبطة تبقى خبطتها 100 جلدة. التحايل أم التوبة؟ فبقى كل حاجة بيعملوها في الإسلام شكلية محضة، شكلية محضة. يعني لو كنا اعتمدنا في الأول على الشيوخ كانوا قالوا لنا لا السنة نروح للسنة ونشوف الرسول عمل إيه، نيجي نعتمد على السنة لأن نلاقي أن يسوع أنه محمد ده أكتر من تحايل على كل من حوله، كان بيكذب على مراتاته، كان بيخونهم جوه بيوتهم، يعني كان بيفرق بينهم ويتحايل في الأمر وهكذا، وقلنا أمثلة وكلام من ده. ولكن لما يكون المصدر هو الإله فمن فكيف تأمن على نفسك من إله بيعلمك الخداع؟ دي مشكلة روحية كبيرة. عندما يكون إله الإسلام هو المصدر فدي المصيبة، وبتدلك على اللي بيتكلم من الأصل هو الكذاب وأبو كل كذاب، المخادع اللي بيعلم الناس. ما بنشوف الناس النهاردة بتتعامل مع بعضهم إزاي، دائما في مخارج، دائما في تورية، دائما في يعني ما بنقولش كل الحقيقة. اتعلمنا ده منين؟ من التعليم الإسلامي. لكن الثقة في الحياة مع الله والعلاقة الشخصية مع الله اللي بيقولك إنه الأمانة معاه والأمانة مع الآخرين مهمة، لأنها تنبع من قلبك أنت وأنت بتفكر إن الله بس اللي شايفك. فأنا بصلي إن الله اللي قال عن نفسه إن هو الطريق والحق والحياة يعطيكم النهاردة فهم عقلي وفكري وروحي، يغير قلوبكم من الداخل ويغير حياتكم شخصيا ومع الآخرين. هيكون لينا لقاءات أخرى في نفس هذا الموضوع ومواضيع أخرى كثيرة. ربي يبارككم وإلى اللقاء.